بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا على موعد كبير جدا ولقاء كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا الشقيق، مباراة زي ما بيقولوا تحمل عنوان كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا. منتخب ليبيا يمكن حقق فوزين مهمين جدا، يمكن منتخب مصر حقق فوز وتعادل. مباراة صعبة قوي على منتخب مصر ومباراة صعبة جدا على منتخب ليبيا. المباراة اتمنى طبعا ان هي تبقى بشكل مرضي، تمنياتي طبعا لمنتخب مصر في ظل المدرب الاجنبي الجديد في وجود كابتن ضياء وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري وكابتن وائل جمعه، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بس انا في اعتقادي ان المباراه مش هتبقى سهله بالنسبه لمنتخب مصر ولا بالنسبه للمنتخب ليبيا. اعتقد ان احنا ممكن نشوف مباراه كبيره جدا، وخاصة ان المباراة ممكن مش هنقول ديربي لكن هنقول ان المباراة صعبة قوي على الطرفين، وخاصة ان المنتخب المصري ما عندوش حل غير ان هو يكسب المباراة. اتمنى طبعا التوفيق طبعا لمنتخب بلدنا منتخب مصر، كل التوفيق له. يمكن من خلال مشواري في 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 مع منتخب مصر يمكن للاسف ما حصلليش الشرف ان انا لعبت قصاد منتخب ليبيا، لكن منتخب ليبيا كان مليء جدا وباساطير كبيره جدا منهم طارق طيب. طبعا كلنا عارفين النجم الكبير طارق طيب ان هو قد ايه من المواهب الكبيره جدا اللي حصلت في منتخبيه. اتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كويسه جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب